سلطان البريك. شوف بدأ المعز علي يهرب كده من احمد عبد الله جميل ويخش في العمق اكتر. فيليبي كوتينيو، صاروخ لا يرد، صاروخ لا يرد ولا يصد. فيليبي كوتينيو كنت بتكلم في اول المباراة بانه يعشق التسديد من خارج المنطقة، سكنت في زاوية صعبة على يمين عادل فدعك في زاوية لا تصد. هدف لا يسجله الا كوتينيو، هدف ماركة خاصة من كوتينيو اللي بيتقدم بأول أهداف المباراة من أول تسديدة على المرمى. ها هو الدحيل ينجح ويخطف هدف أول من فيليبي كوتينيو. يا ولد يا ولد، من مسافة 40 متر شوف هنا كرة. يا ولد بص الزاوية، بص الزاوية، بص الزاوية، بص الزاوية، بص المفاجأة، أحلى مفاجأة للدحيل ومفاجأة غير سارة على مرمى عادل فدعك. يتقدم الدحيل 1-0 1-0 في الدقيقة 35. فيليبي كوتينيو هو من يسجل الهدف الأول في المباراة. 1-0 فيليبي كوتينيو لعيب جريء.